أهلا مشاهدي كرام، مشاهدي أنفاس بريس، من حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. ضيفنا الآن أو هذا اليوم هو سي عبد الرزاق الحنوشي، هو باحث وفاعل حقوقي. سوف نناقش معه تطور العمل الجمعوي وتطور أيضا الجمعيات في المغرب على ضوء يعني آخر التقارير التي صدرت في هذا المجال. سي عبد الرزاق أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا. سي عبد الرزاق، بطبيعة الحال أنت فاعل جمعوي، فاعل حقوقي وأيضا باحث في المجال هذا. هل نبغون نعرفوا منك شنو هي ممكن تتكلموا على الوضع الحالي للحياة الجمعوية في المغرب؟ الوضع الحالي للنسيج الجمعي في المغرب فيه كثير من المعطيات التي يجب فهمها وتحليلها. أولها أنه منذ تقريبا واحد عقدين أصبح بالإمكان يعني معرفة بعض الأرقام، بعض المعطيات حول يعني الجوانب الكمية المتعلقة بعدد الجمعيات. منذ يعني نشر أول تقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط وتحيين ديال المعطيات المتعلقة بهذا البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، ثم تولت مجموعة من المؤسسات التي تنشر معطيات حول النسيج الجمعوي، سواء تعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحيانا أيضا بعض المؤسسات الأخرى مثل وصية المملكة إلى غير ذلك. إذن لدينا بعض الملامح الكبرى من ناحية على الأقل الكمية لهذا النسيج الجمعوي. الواضح من هذه المعطيات أن هناك يعني تطور مضطرد لعدد الجمعيات في المغرب، وهذا التطور المضطرد بطبيعة الحال يرافقه مجموعة من يعني التحولات ومجموعة من يعني الجوانب، سواء فيها ما هو إيجابي أكيد، ولكن فيها كذلك ما هو ممكن اعتبرهم يعني موضوع يعني إكراهات وصعوبات تعترض هذا النسيج الجمعوي. من ذلك مثلا أن على مستوى يعني الانتشار الجغرافي للنسيج الجمعوي لازال هناك يعني تفاوت في المجالي في التغطية على مستوى تواجد الجمعيات، بحيث أنه التركيز أساسا على المحور لنقل الساحلي أو الأطلسي ما بين يعني طنجة إلى حدود مثلا أكادير، هناك تركيز كبير على حضور في الخريطة الجمعوية في هذه الجغرافية، في حين هناك يعني تقلص إن شئنا في حضور الجمعيات على مستوى المغرب العميق. لكن هناك طبعا حال ديناميات جمعوية محلية مهمة جدا في المغرب. الملاحظة الثانية إذا سمحت لي، هو أنه من التحولات التي يمكن الوقوف عندها هو أنه يعني أن تزايد زخم تأسيس الجمعيات يرتبط أيضا أحيانا بعوامل خارجية. من بين هذه العوامل الخارجية مثلا أنه الطفرة التي عرفها العمل الجمعوي في بداية التسعينات مع ظهور إمكانيات للشراكة والتمويل الأجنبي، وهذا لعب دور كبير في يعني إحداث واحد نوع من الطفرة الكمية وأحيانا النوعية في هذا النسيج. أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت أيضا في ميلاد وبروز مجموعة من الجمعيات. غادي نتكلموا على هذا الدعم الأجنبي وأيضا تطور الجمعيات على ضوء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن حنا وفق آخر الأرقام عندنا تقريبا أكثر من 260 ألف جمعية آخر المعطيات. هذه 260 ألف جمعية في نظرك واش هي كافية غير كافية؟ عندنا خصائص وعندنا فائض؟ للإجابة على هذا السؤال خصنا بطبيعة الحال نعرفوا بعض المعايير يعني تقاس يعني درجة يعني الحكم على دينامية الجمعيات طبعا بالمؤشرات الرقمية، ولكن أيضا بالمؤشرات النوعية. لكن اللي بقى في المؤشرات الرقمية
طبعا الحال تلقائيا يبدو ان الرقم ضخم 260، ولكن هذا الرقم يطرح اشكال في قراءتي وفي مقروئيتي. اولا لانه هذا الرقم لا يخبرنا عن طبيعه يعني تشكل هذا الحجم من الجمعيات. كيف ذلك؟ انا اعتقد انه هذا الرقم تراكمي، انه يعطينا تعداد الجمعيات منذ ان دخل حيز تطبيق القانون ديال الدار ديال 15 نوفمبر 1958، بمعنى اننا امام يعني ارقام تراكميه حتى وصلنا لهذا الرقم، ولكن زمن معين عقود، ولكن ليس لنا معطيات حول مثلا الجمعيات التي لم تعد قائمه، اما باراده منها عن طريق مثلا المقتضيات ديال الحل الذاتي او بقرار قضائي او قرار اداري، ثم الجمعيات التي احدثت لمده محدوده حيت القانون ينص على هذه المساله، او بطبيعه الحال الجمعيات التي تندثر بحكم يعني مشاكل داخليه او كذا او كذا بدون ان تكون يعني موضوعها حل، بمعنى ان هذه المعطيات غير متوفره. ثم المساله الثانيه وانه هذا الرقم ايضا لا يعطينا كذلك مقروئيه على مستوى يعني كما هو الحال بالنسبه لبعض الدول التي تنشر معطيات سنويه حول النسيج المعوي، حول مثلا التصنيف ديال الجمعيات، حول الجانب ديال التواجد الترابي، حول مثلا الاهتمامات التي تشتغل عليها، ثم كذلك المكونات ديال الجمعيات من حيث السوسيومهنيه، مثلا من هم يعني المبادرون الى تاسيس الجمعيات، البروفايل ديالهم الى غير ذلك، على مستوى مثلا المساهمه ديالهم مثلا في الجانب مثلا ديال الاقتصاد، الجانب ديال الضرائب، الجانب ديال التشغيل الى غير ذلك. كل هذه المعطيات بطبيعه الحال يعني غير متوفره، والتي تعطينا مقروئيه حول هل نحن امام تقدم ام هناك يعني استقرار ام هناك تراجع في تطور النسيج الجمعي. نعطي مثلا في فرنسا هناك حوالي لنقل 2500 جمعيه لكل 100,000 نسمه مثلا على سبيل المثال، في حين ان في المغرب رغم هذا الرقم الذي صدر مؤخرا نحن امام تقريبا واحد 700 جمعيه ل 100,000 نسمه. اذا يبدو ان هناك فرق كبير يعني على الاقل 3 أضعاف، بمعنى انه هذا الرقم يمكن ان يقرا من زوايا مختلفه. لكن اللي مهم وهو انه النسيج الجمعوي كما ابانت عن ذلك يعني الدراسه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط يعاني من هشاشه، ويعاني من كثير من المشاكل المتعلقه مثلا بالاستمراريه، الجانب كذلك المتعلق مثلا بنوع من هشاشه يعني الضوابط ديال التنظيم الداخلي والاداري والتدبيري. هناك مشاكل كذلك المتعلقه ايضا بمشكل ديال الخلف، هناك يعني واحد النوع من الشيخوخه في النخب المدبره لبعض الجمعيات، هناك مشكله ديال التدبير ديال الديمقراطيه الداخليه ايضا. كل هذه المشاكل مطروحه. ثم اذا سمعت اخر نقطه وهو الجانب اللي اساسي بالنسبه للعمل الجمعوي هو القضيه ديال الاستقلاليه. استقلاليه ليس في المطلق ولكن على الاقل استقلاليه على مستوى يعني الاختيارات، على مستوى البرامج، على مستوى كذلك عدم الارتهان مثلا بالممولين. هذا هو السؤال اللي منو غادي نسال دابا بنيان المهم هو هذا، هو ان الجمعيات الان ما كيكونش عندها اهداف معينه ولا اهداف محدده بالضبط، كتكون التنميه المستدامه، وهذا كنقول لك ممكن تشتغل مع الاطفال، تشتغل مع الكبار، مع الصغار، اي حاجه يعني ما كاينش واحد اهداف كما قلت محدده. الان من جانب التمويل او لا قبل من جانب التمويل سمحت سعدتي نتكلموا على طور الجمعيات، يعني في المساهمه السياسات العموميه المفروض انها الجمعيه هذه تكون شريك للدولة، للحكومة، للقطاع التنمية، أنها تكون كقوة اقتراحية. هل نحن في المغرب أمام هذا الصف من الجمعيات؟ أولا يجب التوضيح، شكرا على السؤال، أنا ثاني يمكن نوضح أنه ما تيخصناش نخلقوا واحد الوهم في أذهان الناس بأنه الجمعيات هي عندها حلول سحرية لجميع المشاكل ديال البلاد، وأنه هي نوع من الاستمرار ديال السياسات العمومية. هذا خطأ في نظري. الجمعيات هي أولا
من ناحية الفلسفية هي مبادرات حرة ديال مواطنات ومواطنين اللي تقتسموا واحد المبادئ واحد الأهداف مشتركة اللي بغاو يخدموا بها المجتمع ديالهم من زاويتهم كمواطنين، بأنهم هما ما داخلينش أو يصنفون ضمن المجتمع المدني، مش المجتمع المدني، بمعنى أنهم مداخلين في رهانات ديال المجتمع السياسي اللي عنده طبعا حال محددات أخرى غير محددات ديال المجتمع ديال. وهذا الخلط تطرح إشكالات كبيرة، لأنه كطرح كما قلنا قبيلة تطرح قضية الهوية الجمعية والقضية ديال الفلسفة اللي مبنية عليها الجمعية. لأن أحيانا يكون واحد النوع ديال الحماس في التأسيس، فنكونوا عندنا واحد التفاهم على المبادئ وعلى الأهداف كذا، وأحيانا ننزاحوا شيئا فشيئا على الأهداف لكي نحاول أن نحافظ فقط على استمرار أو على حياة تلك الجمعية، فقط لأننا مرتبطين ببرنامج معين في إطار شراكة أو في إطار تمويل أو ذلك. هذا خطأ وهذا خطر كذلك على الاستمرار الجمعية. لكن هذا لا يمنع بأنه خص الجمعية طبعا الحال تكون عندها واحد القدرة تفاوضية على إيجاد الصيغة الأمثل للحفاظ على استقلاليتها وأيضا للانخراط في بعض المشاريع التي تتقاطع مع أهدافها. هذا هو يعني الأمثل. ثم مسألة أخرى وأنه مثلا تذكر على جمعية أو جمعيات، لا تحت هذا الإطار القانوني كاين بزاف أو ديال الأصناف ديال الجمعيات. أعطينا غير مثال لواحد القطاع اللي اشتغلت فيه وتنعرفه، مثلا مثلا القطاع ديال التعليم، خاصة في المستوى ديال التعليم المدرسي. هناك مثلا جمعيات أمهات وآباء التلاميذ هي بتعداد المؤسسات التعليمية، بمعنى أننا أمام على الأقل واحد يعني 20,000 25,000 جمعية اللي تشتغل في المجال المدرسي بكل تصنيفاتها، بمعنى أنه هذا قطاع بطبيعة الحال محتاج للعمل الجماعي اكيد، ولكن ماشي في اطار واحد النوع من 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 من, من الالحاقيه بالتدبير الاداري ديال المؤسسات. خص يبان هذه القيمه المضافه ديال العمل الجماعي في وسط المدرسي كقيمه مضافه مستقله وبطبيعه الحال في اطار واحد من التكامل مع الادوار ديال الفاعلين الاخرين. يتوش عندها القدره الذاتيه انها تبرز هذا الشيء هذا من خلال التكوين الذاتي، من خلال تكوين ديال الاشخاص خلفيتها. هناك اكراهات، هناك اكراهات في الحال. احنا ذكرنا مثلا على الوسط المدرسي، هناك اكراهات اللي كتفرض انه ملي كيكون واحد النوع من العجز في سد بعض الخصاصات نلجئ الى هذا النوع من الجمعيات لسد ذلك الخصاص، والغايه نبيله، ولكن في نفس الوقت تنبعدوا شويه على كما قلت قبيل على الفلسفه ديال الجمعيه وعلى الاهداف من اجل انشئت الجمعيه. ولكن هناك بطبيعه الحال بالمقابل تجارب ناجحه لجمعيات الوسط المدرسي اللي كتحاول انها تعطي قيمه مضافه للفعل الجمعوي في الوسط المدرسي. غير مثال، وقد ينسحبوا على امثله في قطاعات متعدده في المجال الصحي، في مجال الطفوله، في مجال البيئه، الى غير ذلك من المجالات الاخرى. البعض يقول بانه حتى الجمعيات كيكون عندنا في الاخر كاسترزاقية او نفعيه، ماشي نفعيه صحيح العالم ولكن نفعيه الشخصيه. الان كان ذلك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي انبتت سوء فعلا خفنا عدد ديال الجمعيات اللي ما عندهاش واحد الحضور دائم وما عندهاش واحد النجاعه بصح التعبير الجمعويه، يعني واش ما كاينش ضوابط من اجل يعني التحكم بطريقه او باخرى في خلق هذه الجمعيات هذه. بطبيعه الحال هذه الملاحظه وجيهه، ولكن كما قلنا انه المبادرة الوطنية البشرية اكيد انه فيها الكثير من الايجابيات من حيث الرؤية، من حيث الفلسفة، من حيث النوايا اللي كانت وراء هذه المبادرة، لكن في التطبيق هناك مشاكل، هناك اكراهات، لانه يبدو ان هناك واحد الاختلال في المشهد الجمعوي اللي وقع كما قلنا قبيله من ناحيه الارقام، ولكن على المستوى يعني المحددات يعني ولا العرض اكثر من الطلب بالمنطق الاقتصادي، بان انه ولا التمويلات اكثر من امكانيات ديال الجمعيات في القدره على يعني التوفيق ما بين هذه الامكانيات المتاحه وما بين مره اخرى الحفاظ على طبيعه الجمعيه وعلى فلسفة الجمعية وعلى رؤية الجمعية. وعطات مثل هذه
التجاوزات وهذه الانحرافات اللي تلاحظ، وماشي غير في المظلمة الوطنية، حتى بالنسبة للبرامج حديثة مثل أوراش واللي بانت كذلك أنه حتى بعض المشاكل وصلت للمحاكم إلى غير ذلك. التجاوزات اللي شرتي لها تطرح مرة أخرى الدور ديال الفاعلين الجمعويين المؤمنين فكرة الجمعية كمبادرة مواطنة مستقلة، أنهم يلقوا هذا التوازن وهذه الكيمياء الضرورية ما بين الأهداف اللي تأسست أصلا الجمعية وما بين الإمكانيات ديال الشراكة في إطار واحد من 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 التوازن ما بين الأطراف المعنية بهذه العملية. هناك طبيعة الحال معطى آخر بالنسبة لما ذكرت، وهو أنه كانت هناك العديد من تقييمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكانت هناك مجموعة من 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 توصيات لتجاوز بعض المعيقات المرتبطة ببعض المشاكل التي ظهرت في كثير من التجارب. لكن المهم هو أنه من جانب الجمعيات هناك ضرورة من طرف الجمعيات للوقوف ووقف التأمل في مدى يعني نجاعة ومدى أهمية ودور الجمعيات في هذه المظاهرة، وكيف يمكن يعني تطوير وتحسين وتجويد أداء الجمعيات في هذه المبادرة. نعم، من خلال التجويد الواحد هو أن المفروض أن الجمعيات تكون مستخدمة، تكون استقلالية كشرط أساسي في ديك ديال الجمعية. باقي النماذج المقارنة أو تجارب المقارنة كنلقاو بأن المنخرط كيأديو شهريا ولا سنويا وفق واحد الميزانية معينة. الآن مثلا في المغرب كاين ينسى فيه الشرط ديال المنخرط أحيانا، السمة الغالبة على أنه كيكون جانب ديال التطوع غير ديال الفن باش ما عطى الله شوف معنا. أنا كنستطرح هنا المشكل ديال التمويل اللي يتحدث على أنه لما الحكومة أو لما السلطة تمول أو غير تعطي واحد المنحة أو واحد الدعم، ولكن يمسس نوعا ما من الاستقلالية ديال الجمعيات. طبيعة الحال هذه المسألة كتوقف كما قلت على يعني صلابة المواقف التي تكون لدى المؤسسين المبادرين لتأسيس الجمعية. وكما قلت أنه ما يوقعش هذاك اللي سميناه انزياح، أننا كنأسسوا جمعية بمبادئ وأهداف وكذا ومن بعد كنزاحوا على هذه المبادئ، يعني كلما كانت هناك واحد النوع من 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 التمويل الذي يبدو لنا أنه مهم أن 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 نستجلبه وننسى تلك المبادئ والأهداف التي أسست من الجمعية، ونحاول أن 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 بين قوسين أن نهرول نحو تلك التمويل دون أن نستحضر لماذا أسسنا هذه الجمعية وما الغاية منها إلى غير ذلك. وهذا كما قلت هو الخطر الذي تهدد العمل الجمعي بصفة عامة. لكن هناك جمعيات كما قلت وجدت صيغة متوازنة وقوت نوع من موقعها التفاوضي، يعني أنها لا تقبل أي تمويل مثلا، هناك يعني بعض الشروط الضروري، هناك كذلك اللجوء الى تحديد التمويلات باش ما تكونش واحد النوع من الارتهان بممول واحد. وثم كاينه واحد المساله مهمه للاسف ما مطوراش عندنا في المغرب وخصها الاطار اللي يحفزها، هو الجانب ديال التبرعات. طبيعة الحال كان مؤخرا يعني التشريع المتعلق بالتبرعات بشكل عام في إطار الإحسان العمومي، ولكن التبرع للجمعيات والمشاريع الجمعيات أعتقد أنه إذا شفنا مثلا شكون هما الدول اللي عندها واحد يعني الباع طويل في هذا المجال، هو الدول المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية العمل الجمعي كله مبني على 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 التطوع وعلى على على وعلى التبرع، على التطوع ولا التبرع. اليابان نفس الشيء، المملكة المتحدة، كندا، بمعنى أنه إن كانت هناك يعني تمويلات عمومية ف
فتكون نسبتها جد جد محدودة بالمقارنة مع باقي التمويلات المعبأة إما في إطار تبرعات أو إطار يعني مشاريع مدرة للدخل، لأنه أحيانا يقع واحد نوع من اللبس أنه مفهوم عدم الربحية، قد يفهم البعض أنه ليس للجمعية أن تقوم بمشاريع يمكن أن تدر بعض المذاق. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يمكن للجمعية أن تقوم بمشاريع مدرة المداخل، اللي هو ممنوع قانونيا هو أن توزع الأرباح بين أعضائها. هذا هو اللي القانون ممنوع. الرزق هو أنه تشتغل منطقة إدارة، الإدارة عندها مصادر الدور، الحالة ما عندها الدور، عندها الفاكس، عندها الإنترنت، فرض أنها الجمعية تدبر أيضا المداخل باش تغطي حتى المصادر ديال الموظفين ديال المواضيع المشروع. هذا النقطة بطبيعة الحال برزت من ضمن التحولات التي تحدث عنها سابقا. جزء من التسعينات بدأت تبرز نوع من جيل من الجمعيات ذات التدبير المقاولاتي كنسميوها، ذات التدبير المقاولاتي، بمعنى أنه كاين جهاز منتخب وكاين إدارة، وكاين إدارة تدبر على النموذج الأنجلو ساكسوني. وأحيانا يعني تبرز فقط يعني الطواقم الإدارية أو المهنيين في المجال ديال تنفيذ البرامج، ويتوارى دور الهيئات المنتخبة. وهذا أيضا كذلك من المشاكل الجديدة، لأنه أحيانا تقع مثلا نوع من الخلافات ومن الهوة ما بين المؤسسين الذين لهم رؤية يعني فلسفية للمشروع الجمعية وما بين المدبرين. وهذا ايضا من الاشكالات الجديده التي طرحت، وقد بينت التجربه انه تطرح كثير من المشاكل بالنسبه لبعض الجمعيات، ولدرجه انه كما قلنا انه الجمعيات تفقد هويتها وتفقد اسباب تاسيسها من جراء يعني التفويض الكامل والكلي لتدبير الاداري. هذا النجاح اكثر يعني اذا تم يعني هي مسألة يعني توازن، ومسألة يعني حد نوع من الدوزاج المعقول، لأنه الجمعية ما نسوش على القضية مهمة ما قلناش، هو هذه فرصة باش نقول أن الجمعية هي كذلك مدرسة للتكوين على القيم، على التضامن، على العمل الجماعي، على نكرة الذات، على خدمة الصالح العام، على تدمير الاختلاف، على وعندها كذلك إمكانية أن الجمعية تتيح كذلك فرصة في إطار المؤسسة ديال التكوين أنه الناس يتعلموا من الأخطاء ديالهم أيضا، بما أننا إحنا ماشي في منطق مقاولاتي، عندنا واحد الهدف هو أننا يكون عندنا دي بيرفورمانس على مستوى الإنجاز المادي فقط، الإنجاز المادي مطلوب، ولكن بما دينامية ديال الجمعية. وهذا هو التحدي، لأن أحيانا تتنزاح كما قلنا الجمعية إلى فقط واحد النوع من واحد الماكينة ديال تنفيذ المشاريع دون التوقف أحيانا ومساءلة الذات. ماذا نفعل؟ هل نحن في الطريق الذي اتفقنا عليه عند التأسيس أم لا؟ هل هناك مشاكل علينا أن نجد حلولها؟ هل ابتعدنا شيئا ما عن تلك الأهداف؟ هل علينا مراجعة الأهداف؟ كل هذه التوقفات ضرورية في حياة الجمعية، وإلا تتحول كما قلت إلى نوع من الماكينة التي تسحق في طريقها كل القيم والمبادئ التي أسست من أجلها تلك الجمعية. كيف نمشي إلى المسألة التمويل الداخلي؟ إذا كنت تطرح شكل التمويل الخارجي، الآن عدد من الجمعيات أو عدد من اللائحات الدولية كتمول المشاريع الجمعوية الداخلية لا أظن ليس هو العيوبنا، ولكن لخدمة أهدافها ومحقة حتى مدام أنك تضيع فلوس ومحقة أنها في عدد من القطاعات في المنزل. في نظرك التمويل الخارجي واش هو مزيان ما مزيانش لأي حد؟ أنه أيضا مؤثر على استقلالية هذه الجمعية لسوء تحسين أو إساءة لصورة البلد. أنا شخصيا أعتقد أنه خصنا نتجاوزوا واحد جوج ديال الخطابات. الخطاب الأول للأسف اللي كان يعني تداول واحد مدة على الأقل في واحد 15 سنة هذه أو أكثر أو أقل، حول يعني شيطنة التمويل الأجنبي.
هذا انا شخصيا ما تنتفقش معه. كما انني اعتبر انه من البلاده ومن السذاجه الاعتقاد بانه الجمعيه لا حياه لها خارج التمويل الاجنبي. حتى هذا بالنسبه لي اشكال، بما انه تخص بالنسبه لي واحد التوازن اللي فيه واحد الهامش كبير ديال التفاوض. كما قلت ان الجمعيه كتكون عندها عارفه الاستراتيجيه ديالها، عارفه الاهداف ديالها، وكتدخل واحد المستوى ديال التفاوض باش كتشوف شنو هو يعني العرض الاكثر ملائمه مع الاهداف ديالها والمبادئ ديالها، وكتحاول دير واحد الاطار تعاقدي مع الشريك ديالها. اقول الشريك ماشي ممول، باش تتحقق واحد المجموعه من الاهداف عن طريق ديال تلك الشراكه. وهنا بطبيعه الحال كاين نماذج ناجحه في هذا المجال. مره اخرى انه لا شيء نهائي، بطبيعه الحال دائما كاين واحد المسلسل ديال التقييمات المرحليه ديال هذه الشراكه، ويمكن كذلك اعاده التفاوض على بعض البنود او بعض المقتضيات المرتبطه بهذه الشراكه. بطبيعه الحال ثم انه يمكن نذكروا على انه كنذكروا كثير على عولمه الاقتصاد، هناك ايضا عولمه التمويل، بمعنى انه كاين تمويلات متاحه على مستوى الدولي الى ما كانتش عندنا جاذبيه لها على مستوى المغرب غتمشي لمنطقه اخرى في المحيط ديالنا. واحد لقيتها كانت لاكوت طالعه لتونس في واحد المرحله ما بعد الثوره في تونس، وواحد لقيتها برز واحد الامل شي شويه في مصر ايضا، كان واحد لقيتها يعني لبنان والاردن في المنطقه تنقول على الميناء. ولكن هاد المناطق كلها دابا كتعرف يعني مشاكل وصعوبات والقضية ديال عدم الاستقرار ديال الانظمه السياسيه غير ذلك، يعني بقى في المنطقه المغرب اللي طبعا الحال من ناحيه يعني التشريعيه، من ناحيه كذلك ديال البنيه ديال الاستقبال الجمعويه موجوده برغم كل من المشاكل، هي اللي كتشد الاهتمام ديال التمويلات الاجنبيه. اذا بمعنى انه ما كاينش مشكل ديال العرض ديال التمويل، موجود العرض، ولكن خص الافكار الجديده وخص المشاريع الجديده وخص تطوير القدره التفاوضيه ديال الفاعلين باش يمكن يكونوا في وضعيه ديال عدم يعني الخضوع لبعض الاملاءات او الاشتراطات الى غير ذلك. هذا هو الاساس، وهذا بطبيعه الحال مسار يتعلق ايضا بالتكوين والتدريب، لانه مثلا البحث على التمويلات هو كذلك مجال ديال التكوين وخص كذلك الاستثمار فيه بالنسبه النسيج الجمعوي. ممكن نتكلم على الافكار الجديده. وكسؤال اخير السي حمشي، كيف ممكن نتكلم على فرص التحديات المستقبليه للعمل الجمعوي في المغرب؟ هناك يعني ورش مفتوح لم يستكمل على مستوى على الاقل على مستوى تشريعي، فيه مستويات. انا ندخل ثلاثه المستويات. المستوى الاول هو انه جاء دستور 2011 وعطى واحد السقف عالي ديال تثمين العمل الجمعوي ومنظمات المجتمع المدني كما تسمى في الدستور، لكن التشريعات بقت متخلفه عن هذا الاطار الدستوري المتقدم. إذن هناك ضروره لملائمه التشريعات كلها اللي عندها علاقه بالعمل الجمعوي مع هذا التقدم الحاصل على مستوى الاطار الدستوري. هذه الاولى، بما في ذلك جانب الملائمه، وبما في ذلك يعني رفع كل اشكال يعني العراقيل والتضييقات التي يعرفها العمل الجمعوي والتي تشتكي منها الكثير من الجمعيات على مستوى السعي الى تكريس الطابع التصريحي ديال القانون ديال الجمعيات. وهذا التكريس يعني وقع على مستوى كثير من الاحكام القضائيه في المغرب اللي كانت مهمه ومتقدمه، ولكن على مستوى الممارسه بين الفئه الاخرى هناك بعض يعني الممارسات التي تحاول ان تحول هذا المنحى التصريحي الى منحى ديال الترخيص، وهذا مساله غير مقبوله من الناحيه الحقوقيه بالنسبه لبلادنا وخاصه بالنسبه للالتزامات الدوليه لبلادنا في هذا المجال. هذا الجانب. الجانب الثاني وهو الجانب ديال تعدد
الجهات الرسمية التي لها علاقة بالموضوع العمل معهم، وهذا يخلق واحد نوع من عدم يعني الالتقائية وعدم التنسيق المؤسساتي فيما يتعلق بهذا الموضوع. علما مثلا أنه منذ يعني العشرية الداخلية الأمن العام الحكومة ثم يعني أضيف إلى هذا أضيف أنه في الحكومتين ديال العدالة التنمية الأولى والثانية تم إحداث العلاقة مع المجتمع المدني، مما زاد من 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 تعقيد هذا الموضوع ديال العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني، لأنه وأنا شخصيا عبرت على كثير من الآراء في هذا الموضوع، لأنني أعتبر أنه ليس للجهاز التنفيذي أن يكون وصيا على 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 الجمعيات. ولذلك أعتقد أنه الدستور كان أكثر إنصافا للجمعيات عندما أحدث المجلس التشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأعتقد أنه هو المؤسسة في نظري الأمثل لمواكبة ويعني إبداء الرأي فيما يتعلق بتوجه البلاد في موضوع العمل الجمعوي والشباب، وربما أيضا قد يكون أيضا أحد أهدافه هو ما تحدثنا عنه في أول لقاء، هو إنجاز دراسات نوعية الكيفية حول النسيج الجمعوي، كيف يتطور، كيف يمكن كذلك أن تكون مقروئة أفضل حول هذا النسيج من خلال ما يمكن أن يسند لهذا المجلس من مهام. النقطة الأخيرة في الجانب المؤسساتي هو الجانب المتعلق ب يعني هذا اللي تحدثنا عنه فيما يتعلق بالتعدد المخاطبين، ينتج عنه ايضا واحد النوع كذلك من وجود واحد الهوة ما بين ما بين ما بين ما بين الممارسه اليوميه ديال 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 الجمعيات واللي فيها كما قلت السلبي والايجابي، وما بين كذلك اللي تفضلتي قبيله قلتي حول يعني البرامج والسياسات العموميه والبحث دائما عن شركاء في هذا المجال. سامر الزاخ المشي وانت الباحث وادنى الفاعل الحقوقي، كان الغرض من هذا اللقاء هو التطلع نحو تجويد العمل الجمعوي. شكرا جزيلا لك على التابعه شهدي وشهدي ايران، ما شكرا جزيلا للمواعيد العام.